ما ورد عن بعض الصالحين وتنبهوا: نحن لا نأخذ الأحكام الشرعية إلا من الكتاب أو من السنة أو مما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، ولم يختلفوا في ذلك. ما ورد أن بعض الصالحين مرض وقال: يا ربي أخرني، يعني أخر وفاتي إلى رجب، فقد بلغني أن هناك عتقاء لله من النار في شهر رجب. فهذا ليس بحديث، هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما قاله قائل ربما يكون من الوعاظ في ذلك الزمن، أو قد يكون من القصاص في ذلك الزمن، فلا يلتفت إلى ما يذكر إلا ما جاء عن الشرع